غادي نهضروا على البير عمر كراسكيو، شاب زاد وكبر مدينة فيلا ديفيا من عائلة فقيرة جدا. بسن 36 سنة قدر يجمع أكثر من 50 مليون دولار ومجموعة سيارات فارهة وقصور، وحتى أنه قدر يبني شركات، وهذا الشيء كامل غير بالآي بي تي في. قدر ينشأ إمبراطورية على أرض الواقع في مدة أقل من سنتين. فإلا بغيتي تعرف كيفاش دار ليها بقى معنا حتى الآخر الفيديو، الحلقة مليئة بالمفاجآت. إلا كنتي مازال ما مشترك اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من هذا النوع من المحتوى. واحد الشرح بسيط قبل ما نبداو الفيديو. الاي بي تي في مجال مربح لدرجه انه ممكن يخليك مليونير في نفس الساعه، مجال اللي ما كيحتاجش راس المال كبير ولكن العائد المادي ديالو كثير. يكفي انك تكون تعرف ابجديه المهنه واللي كتعتبر بسيطه جدا. شنو هو الاي بي تي في قبل ما نبداو الشرح باش كلشي يفهم علاش داوين؟ الاي بي تي في هو نظام توفير خدمه بث تلفزيوني رقمي عبر شبكه الانترنت، يعني تقدر تفرج اذاعات تلفزيونيه في التليفون ديالك، الحاسوب، تابلت وحتى السمارت تي في. من المميزات ديال الاي بي تي في هي انك غير ملزم بتركيب صحن هوائي والخوف من مشاكل الطقس في الرياح والامطار اللي تتسبب في تحريك الصحن الهوائي اللي كيؤدي الى انقطاع البث. الاي بي تي في تتهنيك من هذه المشاكل كامله. يكفي انه يكون عندك انترنت تقدر توصل جميع القنوات اللي بغيتي. فالقصه ديال اليوم هي قصه حقيقيه وقعت في امريكا لواحد الشاب الاسم ديالو كيف ما قلنا عمر. هذا الشاب ماشي بدا من الزيرو، بدا من تحت الزيرو لدرجه انه من عائله فقيره جدا. الاب ديالو متزوج بعده نساء ومجموع الاطفال اللي عنده هو 38 طفل. الام ديال عمر بوحدها والده 10 الاطفال، يعني عمر عنده 9 ديال الخوت. عائلة تقريبا كاملة عندها صوابق، الأب عنده صوابق، الأم حتى هي عندها صوابق لدرجة أنها ماتت جرعة زائدة من الكوكايين. أما البطل ديالنا عمر حاول يدير عدة مشاريع اللي فشلات، لكن الإصرار ديالو على النجاح كان أكبر من الفشل. القصة بدات ملي كان صغير، الأب ديالو وقع في مشكل ومشى للسجن. هنا عمر بدا كيدبر على راسو وكيقوم بخلطات لصناعة المخدرات الصلبة، كان كيصيب الكوكايين. من بعد غادي يتم الحبس ديالو من طرف الشرطة. خرج وهو في عمره 16 سنة، بدا كيلعب الجيمين حتى ولا مدمن على هذا النوع من الألعاب. كان الحلم ديالو يولي يوتيوبر مشهور، ولكن ما جابش الله. شوية بدل الحرفة ولا خدام في التوصيل ليفرور، ولا كيدير أي خدمة باش يدير لاباس بلا ما يدير شوها في راسو. المقصود هنا وكيف ما كيقول هو أنه خاصك تخدم أي حاجة بلا ما تحشم، المهم تدبر على راسك. السيد خدام أي حاجة، ولكن الحلم ديالو أنه يكون يوتيوبر ما نساش. شغوف بالكاميرا، ولكن هذا الحلم بعيد بزاف. خلى يوتيوب ومشى تعلم البرمجة وبدا كيصايب لي زابليكاسيون. من هاد الحرفة قدر يجمع أول مليون دولار، ودابا ردوا معايا البال باش نفهموا كيفاش قدر يجمع هاد المبلغ. سنة 2016 كانوا الناس كيخدموا بواحد لابليكاسيون الاسم ديالها كودي. هاد التطبيق فيه الأفلام، الموسيقى، الراديو، ممكن تيليشارجي منه أي حاجة بغيتي. مع ظهور لي تي في بوكس الناس بداو كيشريوهم من امازون بثمن تقريبا 50 دولار، وكيانستاليو فيهم القنوات اللي بغاو بالمجان. ولكن القنوات اللي كتيليشارجيهم بالمجان كيكون فيهم بزاف ديال المشاكل، منهم فيروسات، منهم من قطع البات، منهم الناس بداو كيقلبوا على البديل، بغاو يزيدوا قنوات بلا ما يكون فيهم مشاكل. بانت لي فرصه بحكم انه كيفهم في انشاء التطبيقات. بدا كيشري لي تي في بوكس وعلي بابا بثمن تقريبا 50 دولار، وهو كيانجيكت فيهم للاي بي تي في كيعاود يبيعهم ما بين 120 دولار حتى 200 دولار. هذا الشيء حسب الاعترافات ديالو هو للمتابعين ديالو في يوتيوب. بعد ما دار هذا الشيء وجمع اول مليون دولار حس براسو ممكن يبدا في هذا المجال، وحاول يدوز للمرحله المواليه وهي انه يبني تطبيق خاص بالاي بي تي في، برنامج مثالي يحل فيه جميع مشاكل المشاهدين، يلبي جميع الرغبات على جميع الاصعده والاذواق. تفرج فيه في الافلام، في الاغاني، المسلسلات بدون حدود وبدون مشاكل، لدرجة أنه ممكن تستفد من خدمة بدون فيروسات. هذا كان تحدي بالنسبة لي، وهذا التطبيق الاسم ديالو Gear TV. بناه بالمساعدة ديال أحد المبرمجين اللي تلقى معاه في مرحلة المغامرة اللي كان داير في واحد الفوروم ديال الهاكين. اللي خلاه ينجح في هذا المجال أنه كان كيعطي الزبناء ديالو هدايا، مثلا كيعطي قنوات كيكونوا ممنوعين على بعض الدول، وفي الحالة العادية إلا بغيتي تفرج فيهم خاصك الفي بي إن باش تشوفهم، وهذا الشيء كامل غير ب 15 دولار. اما الا بغيتي نتايا تشري هاد القنوات من مواقع وحدين اخرين كتوصل الخدمه ل 200 دولار. كان كيشري لي بانيل كيدير لهم الهوستينغ في دي سيرفر ويعاود يوزعهم على الناس اللي دايرين معاه لابونمون.
هنا المدخول ديالو كيتراوح بين 500 الى 700 دولار في الاسبوع بحكم الطموح ديالو. فكر في تطوير المشروع وقال بما انني انا كنشد لي بانيل وكنبيع لي زابونمون، علاش لا ما نشريش الماتيريال ونولي انا كنبيع لي بانيل للناس اللي كيخدموا الاي بي تي في وندير حتى الاشتراكات، وهكذا غادي نربح اكثر. بالفعل مشى شرى الماتيريال وجاب ناس اللي كيفهموا في المجال وصايب ديستريبيوتور اي بي تي في. ضعفت الايرادات ديالو من 500 دولار الى 400000 دولار في الاسبوع، لان الخدمه ديالو كانت كتوفر حلول لجميع المشاكل، ولا الطلب عليه كثير، ولا رقم واحد في المجال ديالو. بدا كيرفع ثمن الاشتراك من 15 دولار حتى وصلت ل 40 دولار بالشهر. تغير مسار الشغف ديالو من هوايه الى مهنه قائمه بذاتها، ولات عنده شركه بالمواصفات الحقيقيه ديالها، موظفين ومقر ومدراء اقسام. وصل عدد الموظفين 30 موظف. بكثرة الوجود ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي غيثير انتباه ديال مكتب التحقيقات الفيدرالي وحطوه تحت المراقبة عن بعد. من بعد مدة غادي يبيع الشركة ب 40 مليون دولار. المفاجأة ان الناس اللي شرات من عنده الشركة مباشرة بعد اتمام الصفقة غادي يوقفوا ليهم كلشي. دابا عمر ولات عنده ثروة وعنده تجربة وعنده طموح انه يبني مشروع اكبر من الاول. بدا بناء موقع جديد، موقع اللي تصنف من احسن المواقع اللي كيبيعوا الاي بي تي في بمواصفات خاصه. هاد الثروه اللي ولات عنده من بعد الفقر المدقع اللي كان عايش، بدا غير كيصرف في الفلوس، كيشري اي حاجه عجباتو باش يرضي الرغبات ديالو. شرى اسطول من السيارات الفارهه، انه شرى قصر من عند واحد اللاعب معروف. موازاه مع هادشي اللي كيشري بدا في الاستثمار، شرى جوج نوادي ليليه وبنى شركه خاصه بالبناء والاعمار، لدرجه انه ولا منعش عقاري في المدينه ديالو. دار شركه للملابس الرياضيه كتنافس اديداس ونايكي. دابا ملي وصل الثراء الفاحش جا الوقت باش يحقق الحلم ديالو واللي هو اللوغات واليوتيوب، وغادي يلحهم في القناة الأولى اللي كانت عنده، حيت عنده متابعين قدام بغى يبين ليهم فين وصل. ولكن اللي ما فرصوش هو أن الـ FBI مراقبين ديك القناة. في المقابل ملي بدا كيلوح الفيديوهات ديالو وكيبين فيهم الطريقة باش يعيش والفلوس والطوموبيلات، بداو كيتزادوا عنده المتابعين، لدرجة أنه مدة 30 يوم تزاد عنده 100000 مشترك، وبسرعة القناة ديالو وصلت ل 800000. المتابعين ديالو ماشي كيتابعوه على حسب الفلوس، بالعكس واخا هو غني كان كينصح الناس باش يخدموا ويديروا الفلوس حيت الانترنت فيه الفلوس. كان كيهضر بعفويه لدرجه انه كينشر طرق الربح من الانترنت اللي داز منها رغم انها ممنوعه. مع الفلوغات اليوميه كل مره بشكل طوموبيلات لي صال اللايف ستايل ديالو الفيلات، هنا المتابعين شدهم الفضول وبداو كيسولوه على سر الثراء ديالو ومنين جاب هاد الفلوس. من حسن النيه ديالو وانه بغى الخير للناس بدا كيشرح لهم الطريقه باش دار الفلوس وبالتفاصيل. لكن المشكل ان الاف بي اي حتى هما كانوا كيشوفوا الفيديوهات ديالو، ما حس براسو حتى جاو لعندو وجردوه من الممتلكات ديالو. جميع الممتلكات اللي لقاو، الفلوس، السوايع، الطوموبيلات، الفيلات، المقاهي، حتى الهاتف ديالو خداوه ليه. تقدروا المحجوزات ب 30 مليون دولار. من بعد الواقعه شرا هاتف اخر، دار لايف وشرح داكشي اللي وقع ليه، وخداو حتى لي كليوس بي ديالو اللي فيهم كاع الخدمه. رغم هادشي كامل حاول يبدا من جديد ويجبد فلوس اخرين اللي كان خازن في اماكن ما عرفوش يوصلوا ليهم. هنا بدا كيرجع للحاله ديالو، كيشري وكيبارطاج. المشكل راه مازال تحت المراقبه في الوقت اللي هو مقاتل باش يرجع للمستوى المعيشي اللي كان فيه. كيوصلوا اشعار من الاداره الداخليه للضرائب اللي كيقولوا فيه انه خاصو يخلص 100000 دولار كضريبه عن الدخل لمده سنتين. مشى للبنك خرج 100000 دولار وداها حطها في المكتب فاش كيخدم على اساس غادي يخلص الضريبه، وخلاهم وسافر. ملي رجع ما لقاهمش، كانه بغى يرسل رساله للاف بي اي بانه راه ما عندوش باش يخلص. وهادشي كامل وثقوا في فيديو وبارطاجاه في يوتيوب. القضيه ديالو كبرات وبداو القنوات كيجيو يصوروا معاه، هضره جبد هضره، حتى ولا كيهضر على السياسه وكيتهم النظام الامريكي بالفساد والشطط في السلطه وانه مجردوه من الممتلكات ديالو بدون حق. هنا غيغبر واحد المده ويعاود يرجع، دار فيديو كيهضر فيه وهو محطم. من بعد اشهر غادي يتم الاعتقال ديالو من طرف الاف بي اي. اثناء الاستنطاق ديالو غيعترف بعدة جرائم، والمحكمه غتهمو باكثر من 60 جريمه، من اهمها النصب، الاحتيال، القرصنه، انتهاك حقوق الملكيه الفكريه، تهرب الضريبي، مع العلم انه خلص غرامات للشركات اللي سرق منهم البرامج بتعويضات كبيره. المحامي كيتوقع الحكم غادي يكون ما بين 15 و 24 سنه على جميع التهم اللي ارتكب. بما انه كان عارف راسه واحد النهار غادي يتعتقل، كان مخلي لولادو مبالغ مهمه باش يعيشوا من بعد السجن ديالو. اثناء المحاكمه طلب السماحه من العائله ديالو ومن الموظفين اللي خدامين معاه، وطلب السماحه حتى من الشركات اللي سرق منهم البرامج والافلام، وصرح بانه ما كانش عارف باللي الخدمه ديالو في حد ذاتها جريمه،
حتى تم الاعتقال ديالو عاد شرحوا ليه باللي داكشي اللي كيدير راه انتهاك حقوق الملكيه الفكريه والقرصنات التلفزيونيه. والقاضي جاوبو وقال ليه 30 مليون اللي خداو ليك راه كثيره، ولكن المشكل ماشي في الفلوس، المشكل انك من المؤثرين وعندك عدد كبير من المتابعين، ممكن يكونوا ناس من متابعيك مشاو نفس الطريق. الحصل الحق ان القاضي كم عليه بخمس سنين ونص باش يكون عبره للناس اللي كيخدموا في هذا المجال، وان امريكا حريصه على الحفاظ على حقوق الملكيه الفكريه. وصلنا لنهايه الفيديو، خليوا لي الاراء ديالكم في التعليق على القصه كيف جاتكم، الاراء ديالكم كتهمنا بزاف. بالنسبه للناس اللي كيشوفونا اول مره ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي كان كيعجبكم هذا النوع من المحتوى، وخليوا لينا زر لايك. الى اللقاء في حلقه قادمه.